أستاذ محمد سمير سيمو، أهلا بحضرتك على شاشة قناة الأهلي، ومن هنا من قناة الأهلي كل الشكر والتقدير على الاستقبال الطيب اللي قمتوا بيه بصراحة، وجماهير النادي الأهلي العريضة قامت بيه في استقبال البعثة من المطار لغاية فندق الإقامة. أستاذ محمد أهلا وسهلا بيك، برحب بحضرتك وطبعا شرف لينا الظهور على قناة الأهلي. طبعا اللي اتقدم للأهلي ده ناثينج، يعني احنا نتمنى ان احنا كنا نقدم أكثر من كده، ولكن حضرتك تعرف طبعا ان في تدابير احترازيه متبعينها هنا في دوله قطر، والحمد لله ان احنا توفقنا ان احنا نعمل اكبر قدر ممكن من التشجيع والحماس بالترحيب بفريقنا العظيم. تمام. طيب عايز اعرف منك بقى، طبعا التدريبات كلها فيها اجراءات احترازيه وممنوع حضور الجماهير، بتتعاملوا ازاي مع هذا الشان من النهارده لغايه مباراه الدحيل يوم الخميس، ويوم المباراه اخر الجديد بالنسبه لكم في التحضير لهذه المباراه؟ والله كابتن محمد، هو المفروض ان احنا طبعا كلنا هنا واخدين على التدابير الاحترازيه. معظم الجماهير الاهلاويه خاصه عندها ثقافه عاليه جدا في الموضوع دوت، يمكن حضرتك لمست دوت في الاستقبال، شفت التباعد الاجتماعي اللي موجود، الحفاظ على الكمامات، ان دايما الناس متباعده عن بعضيها. برضو نفس الموضوع، انت عارف طبعا ان هي موضوع الكبسوله الطبيه او الفقاعه الصحيه اللي بتبقى موجوده ديت بتمنع اي اختلاط مع الفريق او البعثه عموما، يعني حتى الاقتراب من الاوتيل الاقامه بتاع اللعيبه او حتى الملعب بتاع التدريب بتاع اللاعبين. فطبعا كل الناس ملتزمه بالموضوع دوت، ما حدش بيحاول ان هو يقترب من البعثه، وان كان معظم الجماهير نفسها طبعا ان هي تتعامل مع اللعيبه نفسها وتقدر ان هي تختلط بيها، ولكن ده طبعا هيكون لصالح الفريق، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق للفريق باذن الله. تمام. انا عايز اكد على جمله مهمه جدا قبل ما تنتقل الحديث عن يوم المباراه، يا جماعه عشان تعرفوا الاجراءات الاحترازيه وصلت لابعد مدى وازاي الصعوبه وصلت في تطبيق هذه الاجراءات. من حوالي شهرين تاكيدا لكلام استاذ محمد سمير، كان في تصفيات غرب اسيا وشرق اسيا بالنسبه للانديه في دوري ابطال اسيا. نادي فيسل كوبي الياباني بيلعب فيه انيستا، طبعا نجم طبعا برشلونه السابق، وتشافي هو المدير الفني لفريق السد في الدوحه، الاثنين عشره سنين وقعدوا كتير جدا مع بعض ولعبوا مع بعض كتير في برشلونه، لكن لما انيستا جه مع الفريق الياباني وتشافي موجود كمدير فني لفريق السد، تخيلوا طول فتره اقامه المباريات ما عرفوش يتقابلوا اطلاقا بسبب تطبيق الاجراءات الاحترازيه. ده تاكيدا لكلامك عشان الناس تبقى مستوعبه الاجراءات الاحترازيه بتطبق ازاي، وعندك انتوا بتتكلموا على اثنين من نجوم العالم انيستا وتشافي عشان تعرفوا الاجراءات بتطبق باي مدى وباي قدره. طيب يوم المباراه يا استاذ محمد هتحضروا لها ازاي، ودخول الجماهير والتذاكر، سمعت ان اتطرح كمان نسبه من التذاكر في هذه الفتره؟ طبعا هو حضرتك تعرف يا كابتن محمد ان نسبه الحضور هي 30% فقط لا غير من سعه الاستاد، سعه الاستاد تقريبا في حدود ال 40,000 متفرج، هيكون متواجد فقط 30% منهم، هيكون 50% المفروض لفريق الدحيل و 50% لفريق الاهلي. ولكن بما ان التذاكر بتطرح على الموقع الرسمي للفيفا، كان فيه هجوم غير طبيعي من جماهير النادي الاهلي على الموقع لحجز اكبر قدر ممكن من التذاكر، وببشر كل جماهير الاهلي ان شاء الله الثالثه شمال هتكون حاضره وهتكون متواجده في الملعب باذن الله. ومش ثالثه شمال بس، معظم جنبات الملعب ان شاء الله هتكون ممتلئه عن اخرها لجماهير الاهلي، بس بالنسبه المحدوده اللي هي 30%. طبعا احنا كنا بنحضر لدخله وكنا بنحضر لفعاليات كبيره جدا، ولكن طبعا الظروف اللي احنا متواجدين فيها كل حاجه بنمشي فيها بيكون عن طريق اللجنه المنظمه والجهات المعنيه هنا في الدوحه، اللي بنشكرهم بصراحه من خلال قناه الاهلي، وان هم بصراحه ظللوا عقبات كتير بالنسبه لنا كل اللي احنا طالبينه، بس موضوع الدخله دوت لسه لحد الان لم يتم الموافقه عليه. معظم الجماهير هتكون في تنسيق ما بينها وما بين اداره الرابطه في طريقه الدخول وطريقه التشجيع والفعاليات الكبيره اللي بيقوم بها جماهير الاهلي من خلال الكوادر اللي موجوده بالرابطه في تشجيع النادي الاهلي بالثالثه شمال وجميع جنبات الملعب ان شاء الله. استاذ محمد سمير سيمو المتحدث الاعلامي لرابطه مشجعي الاهلي في مونديال الانديه، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، وجهد كبير جدا وده طبيعي طبعا من جماهير النادي الاهلي في كل مكان، لان انتوا كان عندكم تحدي كبير قدام العالم كله، شعبية الأهلي لا تضاهى في أي مكان في مصر وفي الوطن العربي وفي الخليج العربي وفي كل أنحاء العالم، الناس كلها شافت ده صوت وصورة رغم تطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة في كأس العالم للأندية.